يا اخوتي السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. المهم اخوتي، غادي نجيب بكم واحد الدويره زويونه بزاف ان شاء الله، نديكم لواحد القن زويون، واحد الباديه، واحد الطبيعه واعره، واحد الخضوره. المهم واحد العروبيه جايه في مكناس سميتها دخيسه، جايه في طريق فاس، الطريق اللي كتدي لفاس. المهم واحد العربية واعرة، نمشيو نزورو واحد الصديق ديالنا، كنتمنى تتابعونا. الفيديو غادي يكون زويون ان شاء الله، نحاول نصور لكم الاجواء كي كتكون تمايا والجو ديال الطبيعة وكذا. المهم خليكم معانا، شكرا بزاف على المتابعة ديالكم، كنتمنى كلشي يدعمنا على القناة زرا مازال جديدة، وبيس ليكم، وخليكم على القرص باش تشوفوا الفيديو. واحد الفيان هادية مع الشيف ديالنا، ها هو غادي، هو اللي داينا. سارينا شي شوية واحد البلاصة سميتها دخيسة، وبالضبط الويبني سميت الدوارة خير باطا ولا تغنى ولا تغنى. ها انتوما شوفوا الطبيعة، شوفوا الخضورة، هذاك الشي ناضي. المهم جبنا دويرة، شفنا واحد الصديق هنايا، شفنا ياك شفناه وشافنا، شفناه وشافنا وعطانا معاه وشاف معانا، وعطانا البركه ديالو وصافي، حنا دينا البركه ديالو ان شاء الله. وريو الجبل، الجبل شتو راه هذاك الجبل ديال من خاير البطل، كان مولاي دري الزرهو، مولاي دري الزرهو، وداك الجناب ديالو وش هو وما جاوره هما. شوف عليك خويا الدوار، شنو قلتي لنا سميتو خير بطل؟ الدوار دوا من هنا بالضبط، ولاد غنام، ولاد غنام. ها انتوما اللي بغى يكتشف هاد البلاصة، الناس دمكناس راهم عارفينها، ايوا والبراني ها هو كيكتشف مع راسو. انت راه بغى يجي مرحبا بيه. يلاه سيدي ها هو عرض عليك، غير يجي بالنهار ما يجيش بالليل. راكم عارفين الليل ما نضمنوكمش هنايا، حنا دابا النهار. وشوف شوف وريهم الطريق، وريهم الطريق اللي قدامنا، وريهم اخويا الطريق. هاهي الطريق، ها الطريق، شو الطريق كي دايره، داكشي الكودرون وكدا، داكشي في اوروبا ماشي في المغرب. ها انتوما داكشي ناضي كنادي. ها انتوما خوتي الطبيعة ناضية هنايا، ها انتوما شوف داكشي ناضي، ها انتوما الصديق هادي. نوريهم أنان، ها؟ نوريهم أنان، نوريهم أخويا أنان. السلام عليكم خويا العزيز، هانتوما أنان، شتو راه هو غالي، شو على الخضورة كثير، يا سلام. شوف شوف وريهم، قول لهم شوفوا الخضورة الوليدة، قولها لهم، هانتوما الخضورة وكذا، والحاضرين في الجنة، والحاضر قال لك يغلب يقل شنو؟ الحاضر يبلغ الغايب. يلاه انتوما سمعتوه، شوف 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 تبارك الله، شوف داك الشيء غاية في الجامع، داك الشيء واعر بزاف. تحية خاصة الناس اللي كيطيبوا المنصة، عاودها تحية خاصة الناس اللي كيصيبوا المنصة. يلاه ديديكاس ليكم، سمعتوا شنو قال لكم؟ يلا عيش وصرف، ودابا تبقاو تفكروا فيها، عنده شي كلام لا حول ولا قوة، عنده القافية داك الشيء عنده، ما تخممش. طبيعة وكدا، واحد الدوار هنايا وكدا، هنا طريق الدوار عاوتاني الطريق ديالو. ايوا وحنا غاديين، واحد الغريبي. المهم نعاود لكم هداك الشيء،
داكشي مكشفش انا والصديق ديالنا. ايوا نضيفوا له شي شويه وكدا ونصليو صلاة الرحم، وراه قلنا لكم نديو البركه. اي باش تعرفوا واحد القضيه، هنايا كاينش الريحه ديال المازوط وبالي صاط ولا هنا كاين جامي داكشي ناضي خالي من الجراثيم. خالي من الجراثيم. ايوا خالي من الجراثيم وبلا ديطول وداك العالم وكدا. ها انت الناس عايشه هنايا ثلاث مشيتي على رجليك غاسمع الله عايش. المهم دويره يا سلام يا سلام يا سلام، مع الشمس ضاربه فينا وكدا داكشي علاش. ايوا الفيديو هو هذا ان شاء الله مازال تشوفوا معانا ديال الاسبوع وبنين وكدا. المهم شفنا الاصدقاء وكدا، جبنا دويره مع الصديق ديالنا، ودابا غنمشيو في حالتنا ان شاء الله الى الطاكسيات ياك الوليد. يلاه تهلاو اخوتي. يلاه الله يعاونكم وما نطولوش عليكم، كنتمناو من الله ما نكونوش طولنا عليكم بزاف. يلاه ديديكاس ليكم كاملين خوتي، تشوفوا شي فيديو اخر.